من أسباب الفقر التي نعاني منها ضياع الأوقات في غير ما نافع. الناس الآن على سبيل المثال، وتعالى إلى الناس الذين يتوجعون من الجوع وغلاء الأسعار، شبابا كانوا أو رجالا أو حتى النساء، تعالى يا أخي انظر نظرة المنصف ساعة صلاة وساعة مباراة من المباريات التي أسموها كأس العالم وبئس كأس العالم، انظر إلى ساعة ماتش كرة بيلعب وساعة صلاة، مساجد خاوية إلا من رحم الله، مقاهي مكتظة بما لا يحصى من البشر، بما لا يحظى من لا يحصى من البشر. انتقل الحب في الله وانتقل البغض في الله إلى الكرة، بدلا من الحب في الله والبغض في الله أصبح الحب في الكرة والبغض في الكرة، وأصبح ملوك ورؤساء يقفون كالمجانين يتابعون فريق بلادهم ويصفقون ويرقصون. هذا حال الناس. الشاب الذي يضيع ثلاث أربع ساعات في متابعة مباراة ويترك العمل الحلال الطيب الذي يمكن أن يكتسب منه لأهله ولنفسه مالا حلالا، لا يترك هذا ويتسكع في المقاهي، ورب العزة يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يضيع جهدا في متابعة المباريات وبعد المباراة جهدا عظيما في التحاليل الكروية، فلان ضرب ضربة جزاء فلان به ويسب ويلعن وهو ضايع، ويأتي يشتكي من سوء الحال. يا أخي أين إنتاجك؟ أين إنتاجك؟ ماذا نفعت به أهلك ونفسك وأهل بيتك؟ من ينفع؟ لن ينفعك مارادونا الكافر ولا هؤلاء الكفرة الذين أتوك من أوروبا، والله ما هم نفعينك لا في دنياك ولا في آخرتك، ولا تقول لعبة حلوة ولا لعبة وحشة ولا كل العبث، كل هذا عبث وضياع، ضياع أوقاتهم فيما لا يرضي الله وفيما يشغلهم عن ذكر الله وفيما ينفعهم في جمع القوت لأهاليهم. أنت تقول الدنيا غلا، طيب صح الدنيا غلا، ماذا أصنع لو كانت الدنيا غلا؟ أن اللي فسه سأبذله، سأبذل ما في وسع وما في جهد، أبحث عن تجارة حلال أتاجر فيها، أبحث عن عمل حلال مهما كان العمل، ما دام ليس بحرام اشتغل. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون أحيانا إلى السوق، كعقبة بن مسعود البدري رضي الله عنه يقول لما نزلت آية الصدقة كنت أذهب إلى السوق فأحامل على ظهري أنا وبعض أصحاب النبي، اشتغل شيال يأتي بمال كي يتصدق به. زينب بنت جحش رضي الله عنها هي أم المؤمنين وزوجها الرسول، ما يحتاج الحمد لله مكفية، لكن تسمع آيات الصدق فتأتي بالجلود تدبغها، عفوا تمهدها، تدلكها، تمعس المنيئة استعدادا لدبغها وتأخذ مالا، أصبحت ذات مال تتصدق به، يدها واسعة بالصدقة، فهي منتجة، منتج ليست عالة كسائر، منتجة وفي بيتها وبأدب واحترام وعمل متوفر. أصحاب رسول الله بعد كده أغناهم الله من فضله، عقبة بن عمرو أصبح من أسرياء المسلمين، الذي كان يشتل على ظهره شيال في الأسواق يصبح سريا من أسرياء المسلمين الكبار. عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى المدينة ما معه شيء، وسعد بن الربيع عرض عليه، يا عبد الرحمن أنا أكثر من أكثر أهل المدينة مالا، تعال أشاطرك مالي وأنزل لك عن زوجة من زوجاتي تتزوجها، ولا بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، وإذا بتاجر في السوق، لا يلزم أن ينتظر وظيفة يوظفه فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجيب وظائف للناس من أي البلاد، اذهب إلى السوق واشتغل، حتى بيع فجل وجرجير، بيع فول مدمس، بيع أي شيء اكتسب. وليس الأمر خاصا بأصحاب رسول الله، بل عموم الأنبياء ما عملوهم؟ هل كانوا عالة؟ أبدا، ما بعث الله من نبي إلا
وراء الغنم، راى الغنم، قالوا أنت يا رسول الله؟ قال نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة، كنت أرى عند الناس مقابل قراريط عن فلوس، ليس القراريط مساحة الأرض المصرية، رأيتها على قراريط لأهل مكة. فاشتغل يا أخي الرسول، اشتغل أجير عليه الصلاة والسلام عند الأسرياء من أهل مكة ويأخذ فلوس حلال مقابل رعاية الغنم عندهم. سيدنا موسى عليه السلام عمل أجيرا 8 سنوات ويكتسب من الحلال، لا تنتظر أنك تلبس البدلة والقرفطة وماشي فقير مفلس وأنت ماشي متعاظم على الناس، اشتغل. أصحاب ليس أصحاب رسول الله فحسب، ليس أصحاب الرسول فحسب، بل الأنبياء، كان داود حدادا عليه الصلاة والسلام، كان زكريا نجارا عليه الصلاة والسلام، كان زكريا نجارا بحديث الرسول، وكلهم عملوا في رعاية الغنم وكلهم تاجروا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فكن منتجا، هتجلس تنتقد وأنت لا تعمل، خليك جالس جنب زوجتك، هلسي من أحلاس بيتك كالمرأة، تطعم وتسقى وتتكلم. يا أخي أنتج، أدخل أنتج، أعمل أي عمل، والله يبارك في صحتك ويبارك في أولادك ويبارك لك في الرزق ولو كان قليلا. ضيق عليك يوما كل فول، وسع عليك يوما كل سمك، وسع عليك أكثر كل لحم، على قدر حالك. لن بدلا من أن تتسول الناس وجالس للانتقاد وجالس للصياعة في المقاهي ليل نهار، تارك للصلاة وتارك لأهل بيتك وأنت تتابع ماذا البرازيل ومدريد ولا هولندا، كل هذا العبث والركام ارميه وراء ظهرك، دسه بالأقدام، لا ينفع شيئا ولا يقرب من الله سبحانه وتعالى بشيء.